بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة جدا بالتواصل معكم بعد هذا الغياب بسبب زكام ألم بي ومازال مؤثرا على صوتي، ولكن سأحاول أن أرفعه قليلا عسى أن يكون مسموعا. إذا بما أن في كثير من المؤسسات كان توظيف عن طريق الإدماج لمتصرفين أو ملحقين رئيسيين، وقد طلب منهم أن يعملوا في مكتبة المستخدمين، حاولت أن أتناول اليوم موضوع ما هي الوثائق مكتبة المستخدمين التي يحتاجها قسم الأجور، لأن يكون هناك يجب أن يعلم هذا الموظف في مكتبة المستخدمين أن هناك دائما تواصل مع قسم الأجور، حيث أنه موظف راه جاي باش يعمل وراه جاي باش يتقاضى أجر، وهذا الأجر يثبت بوثائق تحرر في مكتب تسيير المستخدمين، أي كل وثيقة التي يترتب عن تحريرها أجر جديد، يعني كل موظف جديد، أو تغيير في أجر موظف بصفة دائمة أو مؤقتة، يعني هذه الوثائق يجب أن تسلم النسخة منها، سواء النسخة منها في كالمقررات أو تكون نسخة أصلية في بعض الوثائق كما نرى بعد قليل. إذا بالنسبة لمقررات التي تعبر عن حدود حركة ما في الحياة المهنية الموظف، مثلا أنا موظف جديد، إذا كان موظف جديد نسلمه وراح في مكتبة المستخدمين، راح نحرر المقرر أو القرار الذي يؤشر عن طرف الرقابة المالية، ثم تسلم نسخة منه، نسخة ليس الأصلي، يسلم لمكتب أو قسم الأجور. وكذلك عندما يكون عندنا كذلك عقد منصب شغل، يعني تعاقد بالنسبة للموظف يكون دائم، نقول مقرر التعيين، وعندما يكون عندنا متعاقد نقول عقد منصب شغل، ما نقولوش مقرر التعيين، نقول عقد منصب شغل. ممكن يكون موظف ترقى في الرتبة، يعني يكون مقرر الترقية، كل هذه عبارة عن نسخ، ماشي ما نعطوش المقررات الأصلية لمكتب تسيير الأجور، نعطو مقرر يكون نسخة منه، وممكن نديرو نسخة طبق الأصل، يعني كاشي تاع نسخة طبق الأصل ويعاود نمضيه المدير، لكن ما نعطوش مقرر أصلي يبقى في ملف الموظف، لا يعطى أبدا، يبقى في ملف الموظف. إذا مقررات ممكن هذا النسخة من مقرر تعيين في منصب عالي أو إنهاء المهام في المنصب العالي، ممكن مقرر النقل سواء هذا الموظف جاء إلى المؤسسة يعني كأنه موظف جديد، ولكن يمكن يكون راح من المؤسسة، يعني تكون هناك توقيف الراتب. مقررات الإحالة الاستيداء أو تجديدها، عندما يكون عندنا هذه المقررات طبعا الأجر تاع الموظف يكون موقف مؤقتا. مقرر الاستقالة، مقرر التقاعد، مقرر الخدمة الوطنية، كلها عبارة عن نسخ تسلم إلى قسم الأجور. كل ما نعمل هذا المقرر، كل ما نقوم به، المدير يمضي هذا المقرر بعد التأشيرة عليه في الرقابة المالية، تسلم نسخة منه فورا إلى مكتب الأجور حتى لا يكون هناك إضاعة الوقت. أؤكد دائما أن العمل في مكتب تسجيل المستخدمين والعمل في مكتب الأجور عندها شرطان أساسيان لنجاحه، هو السرعة والفاعلية. لازم نكون نخدمه بالخف والفاعلية، يعني نكونوا فعالين في الخدمة تاعنا، نجروا نخفوا، ويكون هناك تعامل دائم يكون بمهنية. طبعا كنت أتحدث عليه في فيديوهات يمكن الرجوع إليها. بالنسبة لي هناك بعض التغيرات تكون مؤقتة، مثلا تغيب موظف عنده خصم، ولا عطلة مرضية، ولا مثلا عطلة أمومة، ولا يكون هناك مقرر يكون عندنا توقيف الإحالة على المجلس التأديبي. هذه المقررات تكون أصلية لأنها داخلية، يعني تكون أصلية وتعطى نسخ أصلية، يعني تكون ممضات من المدير مباشرة، يعني ماشي فوتوكوبي، تكون نسخ أصلية، يعني كي نعملو نحروها عدة نسخ، والمدير يمضي ونعطو المقررات الأصلية، نعطوها نسخ منها لنسخ أصلية لمكتب الأجور.
بالنسبة لمقر توقيف الإحالة للإحالة على مجلس تأديبي، الموظف في هذه الفترة يتقاضى نصف الأجر، نصف الأجر مع المنح العائلية، لأنه ما كلي مقر التوقيف بالنسبة لمجلس التأديبي ما ماشي نوقفه كاع كلي طرد، لا هو راه سيحال، وبالتالي يتقاضى نصف الأجرة مع المنح العائلية. وثائق مختلفة، مثلا عندنا مستخرج مقرر أو مقر ترقية في الدرجة، مستخرج مقر تكون موظف عادي ما عندوش منصب عالي، ومقر ترقية في الدرجة تكون موظفين اللي عندهم منصب عالي نحررهم مقرر كل سنتين ونصف، يعني فور اللي يبلغ تاريخ تاع الترقية. مثلا اليوم ترقيت أنا راني رئيس مكتب، مثلا اليوم ترقيت غدوة من ذاك يعني يحرر مقر الترقية في الدرجة، مش كيما الموظف اللي عنده رتبة عادي، موظف عادي يعني حتى السنة اللي من بعدها باش يدير اجتماع تاع جدول سوية الآباء ونديرو مستخرج مقرر الترقية. بالنسبة لي عفوا اعتذر، بالنسبة للموظفين يكون عندهم يعني ازدياد مولود، يعني يقومون بإيداع شهادة الميلاد مع شهادة الحالة العائلية عند مكتب تسجيل المستخدمين، ماشي في مكتب أجور. أحسن، لماذا؟ لأن مكتب تسجيل المستخدمين يحتاج إلى إحصاءات، يحتاج أن يعرف حالة الموظف هذا، لكن عن زوجة كان عندها أبناء، لما كانت امرأة مطلقة عندها حكم قضائي، لأن كل هذا أمر أن يحتاجه في مختلف الإحصائيات، وبالتالي هذه الشهادة لازم تودع في مكتب تسجيل المستخدمين، ثم بعدها مكتب تسجيل المستخدمين هو الذي يسلمها إلى مكتب أو قسم الأجور. وكذلك الشهادات المدرسية كل سنة طبعا تودع في وقتها، يعني ماشي قرر حتى فيفري ولا مارس باش نجيبوا شهادة مدرسية ونقولوا ما عطاوناش، لأن كثير من الموظفين يعملوا مثل هذه التهاون ولا ينساو ولا ما نش عارف يكون عندهم أشغال، ومن بعد يجيبوها في مارس ولا يقول لك بلي ما ولادي ما خلصوش. لا خاصة أن راهي المنحة 3000 دينار جزائري لازم يقفوا عليها في بداية السنة، يعني كأقصى حد يعني هاد الأيامات، رانا في نهاية شهر نوفمبر اللي مازال مجابهاش يجيبها، وذلك حتى يبلغ الطفل أو البنت، البنت أو الولد يبلغوا 21 سنة، حتى لو كان جامعي قل من أجل 21 سنة يودع الأب أو الأم تودع الشهادة المدرسية للأطفال سواء كان موظف أو متعاقد، يعني كلهم لهم حق في تقاضي المنح المدرسية. إذا إلى هنا كنت يعني أعطيت أمثلة لأكثر الوثائق التي تكون بين مكتب تسجيل المستخدمين وقسم الأجور، هذا من أجل أن يكون هناك، يعني دائما ننصح لي يكون يعمل مكتب تسجيل المستخدمين يكون مكتب الأجور، يعني يكون عندهم علاقة دائما مهنية بعيدا عن كل خلاف، يعني حتى لو كان عندهم خلاف شخصي يكون هناك علاقة مهنية بيناتهم لفائدة الموظف، وأننا هنا كنا نعمل يعني من أجل أن نتقاضى أجر. وبالتالي هذه المكتبين هما حساسين بزاف في الإدارة، ويجب أن يكون فيهم يقوم واجبها أكمل وجه. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.